عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسينا وأمس الملك لله. أول شيء نشكر الزبائن تاعنا الكرام اللي اليوم يعني فاجئونا بشيء كثير. اليوم فاجئونا على جو قوة يعني الله يبارك. والحاجة المميزة اليوم في الكليون تاعنا أنا مجو من نواحي ولاية سطيف. الله يبارك. إيه والله اليوم يعني ما شاء الله تحية للناس عين كبيرة والناس سطيف وجماعة راس الواد وجماعة تاع بليجة اليوم يعني يعني اليوم يعني الله يبارك يعني فاجئونا بزاف إقبال كبير الله يبارك ما شاء الله. خوتي شوف بارطاجيو اللايف بارطاجيو اللايف في الفترة اللي بارطاجي فيها اللايف نشرح لكم مش كاين مش لازم يطلع اللايف. إيه طلع اللايف باش نشرح لكم شويه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كاين مفاجآت اخوتي يعني قرعتين وثلاث جوائز. شوف في المراحل هذه لكم بارطاجيو لايف طلعوا لايف اخوتي نشرح لكم واش كاين. اول شيء اليوم مركزين القرعه الجديده غير القرعه الاسبوعيه هي على شركه ميسويك. هذه واش درناها اليوم يوم السبت الابيض. اي يوم السبت الابيض درنا لكم اخوتي اللي يشتري هذا المنتج هذا المنتج عنده هدية خاصة وقرعة على جنب على جنب القرعة هذه. هذه المسواكي الهدية تاعو هاي آلة تحضير القهوة من شركة كونتور من شركة مسواكي. هذه الحاجة الإضافية اللي درناها الأسبوع هذا خي هذه لأن نزيد نعود نشرح لكم القرعة الأسابيع الماضية. القرعة هي عبارة عن قصصات المشترين يجون يوم السبت هذا راه غير اليوم فقط هذا اليوم مش الاسبوع هذا اليوم فقط ها القرعه هذه لاي مشتري يجي نعطيه له قصصه قصصه هذه يحتفظ هو بالرقم والرقم احنا نحتفظ بالرقم الدوبل تاعو لهنا في المساء كما اليوم هكذا في المساء نديروا قرعه وان شاء الله تكونوا من الناجحين. راه هذا في اسبوعنا الثالث يوسف هذا اسبوعنا الثالث ان شاء الله وعامنا الثالث وعامنا بعد بعد ان شاء الله يوسف حتى اللي يقول قرعه ان شاء الله طنبوله كبيره ان شاء الله مش طنبوله خلينا طوموبيل طوموبيل ايه قالوا احنا فصل فصل ان شاء الله انا نديها ان شاء الله نديها طوموبيل شوف نبدا نشرح لكم الله يبطيب عثمانيين زيد خلي يطلع معليش طلعوا بارطاجيو لايف طلعوا لايف نشرح لكم المنتجات المنتجات تاعنا هذا اللي حاضر معنا كل اسبوع شركه ابو اياد منتج اصلي يعني منتج اصلي من المنتج مباشره من المنتج مباشره ها هي المنتج اسمه معروف صابون النيل الزرقاء نشرح لكم حاجه صابون النيل الزرقاء كريمه النيل الزرقاء نذكركم برك باللي هنا راه اسعار خاصه مش اسعار خيالية كما تشوفوها في الفيسبوك لا احنا اسعار خاصه من المنتج مباشره يعني غير مقلد هكذا غير مقلد غير اصليه اصليه من المنتج مباشره هذه صابون النيل الزرقاء اي معروفه ماء الورد ماء هذا ماء الورد النيل الزرقاء خاص ثاني بشركه ابو اياد ومشكورين ثاني يا ابو اياد حاضرين كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع ما شاء الله يعني ما شاء الله يا ربي وهذه ماء الورد ثاني معروفه اي معروفه اي خوتي شركه ابو اياد هذه الهديه اللي هدتها لنا المحل ان شاء الله الروبو هذا ميكسر تاع خضر تاع فواكه تاع ميكسر يعني ما شاء الله من النوع الجيد يعني ماهوش بلاستيك ولا هذاك راه من النوع حاجه مليحه ان شاء الله مشكورين الجائزه هذه الجائزه الاولى من القرعه ليسونسيال من القرعه الاسبوعيه هذه الجائزه الاولى اوكي والجائزه الثانيه راح تكون عباره عن مواد تجميل ماكياج مشكله مواد مشكله من المحل هديه خاصه من محل الاخوه بالعيب مجموعه من المكياج مجموعه من الشامبو امور مشكله ان شاء الله هديه معتاده الهديه الثانيه هديه تكون تاع مكياج تاع تجميل الهديه الاولى راح تكون ميكسر هذه الميكسر من شركه ابو اياد الهديه الثانيه مكياج من محل الاخوه بالعيب الهديه الثالثه القرعه المنفصله عن القرعه الاسبوعيه نعاود نذكركم من شركة ميسواكي هذه اللي شرى المنتج اليوم عطينا له تيكي خارج القرعة هذه يعني قادر حتى يشري ينجح في قرعة في قرعتين في أسبوع واحد هذه الهدية تاعها خوتي هذه آلة تحضير القهوة من شركة كوندور هذا هو المنتج ثاني بارك الله فيك يعني إقبال غفير اليوم إن شاء الله كل سبت إن شاء الله راح تكون مفاجآت مليحة كما عودناكم وكل سبت يعني ها صاحبي يدير لي فكره وانا نزيد فكره وتصلح وتصلح خليك من لا لا تجي ان شاء الله تجي ان شاء الله لا لا بارطاجيو لايف خالتي عم يستنيو في القرعه بارطاجيو لايف ان شاء الله تكونوا كامل مربحين ان شاء الله ان شاء الله واللي ما ربحش الاسبوع هذا يربح الاسبوع القادم والاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده لمده سنوات ان شاء الله
بربي شو فهموا من الطنبولة هذه بره. احنا ما عندناش طنبولة، احنا ما عندناش طنبولة، احنا الطنبولة هذه ما عندناش عمر طنبولة هذه زيدونا عاودة هذه. اسمح لي يا مورا تفضل. احنا نهار اللي ولكي حلينا كي درنا لها مورا اللي في السبت العادي صفر ارقام منا هدايا مجانية، هدايا مجانية هدايا مجانية. احنا حابين نقول خويا اللي قال للناس من عندنا لا طنبولة اللي يديك يعطيك الصحة. القرعة هذه والاخر تجي فيها الامبيونس تجي فيها هذه درنا القرعة من اجل نخلقوا جو، نخلقوا جو الاخر طنبولة هذه هي ما عندناش طنبولة. والحمد لله الحاجة اللي عجبتني انا في الفكرة تاعنا انه الفكرة تاعنا احنا اول ما ندير الفكرة هذه في عين ومن حفزت بعض نشطتهم والله غير نشطت بعض التجار. بعض التجار كانوا يعني سامبل الحين وتبيع 20 سامبل من الفكرة تاعنا هزوها الأغلبية تاع التجار ونشطتهم وكل ايه وكنا سبب يعني والله السبب في ما نقولوش في رزق رزق ربي بيد الله، انما كنا سبب في نشاط بعض التجار وربي يرزقهم كامل ونحبوا الناس كامل تخدم من غير حقد او ضغين. هذه ويعطيكم الصحة بارطاجي والله بخوتي راهم يستناو في القرعة ان شاء الله تكونوا رابحين. نعاود نذكركم الجائزة الأولى الأسبوعية هي من شركة أبو إياد. المنتجات اللي شرحناها كريمة زرقاء، صابونة نيلة زرقاء، ماء ورد نيلة زرقاء، ماء الورد هو عبارة عنده منتجات بزاف هذا كأمثلة برك. هذه هي الجائزة من شركة أبو إياد ومشكور الله يبارك. ميكسر نوعية جيدة. الجائزة الثانية من القرعة الأسبوعية، الجائزة الثانية من القرعة الأسبوعية هي عبارة عن مكياج مشكل من محلات كوسميتيك بالعيب. هذه الهديتين الأسبوعيتين. الهدية الثالثة هي عبارة عن قرعة خاص بالمنتج مسواكي، خاص بالمنتج مسواكي. اللي شرع لنا مسواكي اليوم عنده تيك يعطيناه له، عندنا الدوبل تاعو راه هنا ان شاء الله نديروا له قرعة. هذه هي الهدية تاعو القيمة. هي عبارة عن آلة تحضير قهوة من شركة كوندور، يعني حاجة يعني الله يبارك فخمة حاجة ان شاء الله. زيد مراد زيدوا نقولوا له مع القرعة اللي حتكون احتفال الاسبوع الجاي راح تكون من شركة نازلي. الاسبوع هذا باش تنشطوا شويه في الباج باش اللي يدير حسابو يدير حسابو من دوكا في الباج ان شاء الله تاع التفاعل اكثر تفاعل تاع الايجاب كما درناها المره تفز بها طفله هذه المره ان شاء الله اللي يدي اللي يكون اكثر تفاعلا او تكون اكثر تفاعلا مبروك عليه من شركة نازلي. راح يكون هدية قيمة. هدية قيمة من شركة نازلي، شركة خاصة بمواد التجميل. خير. شركة خاصة بمواد التجميل. عندها مبادرة الأسبوع هذا. جبنا مثال من البرودوي تاع نازلي. تكون إن شاء الله. هذا وغير. هذا كمثال فقط. يعني عندها منتجات بزاف. عندها منتجات بزاف. راح تكون اسمها هذه سبيسيال. من شركة نازلي. لازم تصور لها. تاع التفاعل هذه اللي صوتي راح تكون. هذا هلام للاستحمام تبع العائلة مسك الطهارة. هذا مسك الطهارة. هذا هلام جلدوش هلام مسك الطهارة يعني حاجة يعني فخمة الله يبارك. بون حليب للجسم. هذا مثال عن منتجات شركة نازلي فقط. عنده منتجات كثيرة نوضحوها لكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله. خاصة بالتفاعل ان شاء الله. ديروا حسابكم التفاعل ان شاء الله. الله يبارطاجيو لايف خاوتي. بسم الله نبداو خاوتي في القرعة. نبداو في القرعة. شوفهم نبداو في القرعة. طالع التفاعل شوية. طالع مليح. 122 مليح 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 هاجة مليح. هذا خليه اخر والاخير هذا خاصه باللي شراو منتج مسواكي. هذه القرعه تاع هذه باش نذكرهم فبرك هذا راه تاع اليوم السبت فقط. هذا اليوم السبت فقط ويعطيكم الصحه ثاني نعاود نشكروا الزبائن تاعنا يعني اليوم يعني الله يبارك يعني ما شاء الله في اي وقت والله يعني سواء اللي عنده سواء اللي ما والله ربي ان شاء الله نساعد الناس كامل عندك كيف بربي ان شاء الله ما نبخلوا حتى واحد حتى السعر هذا يعني ماناش باخذ يعني يعتبر ماناش باخذ حتى واحد يعني وانما بربي ان شاء الله نبخلوا حتى واحد ليسونسيال نبداو القرعه نبداو في القرعه الاولى القرعه الاولى راح تكون جائزتين جائزتين اللي هما ميكسر من شركه ابو اياد والجائزه الثانيه من شركة من كوسميتيك. من كوسميتيك الاخوه بالعيال هي عباره عن مكياج مشكل باش يكونوا متفاهمين دقيقه برك تفضل راح نهز ورقه راح تكون الهديه الاولى هي الميكسر الرقم الاول هذا هو الميكسر الرقم الاول راح يكون الرقم الاول اللي يخرج الرقم الاول الهديه تاع الميكسر الرقم الثاني الهديه تاعو عباره عن مكياج من كوسميتيك الاخوه بالعيال
وبعد تحول الى قرعه ميسو. خليه هي الاخير. خليه هي الاخير. نبدا ورا. نبدا. اصلا هذا خير خلطك داخل. شوف بعد ما بده يخرج هو. ما يخرجوش. هذا خلطه مليح. ما تهزت ذو خلطان باسكو كثير بعض الناس زيد خلطه يوسف. اوكي يا خلصي. واللي ما راح نهزو راح يهز المره الجايه ان شاء الله. نزل اسابيع اسابيع ان شاء الله. ورانا كل في وسط الاسبوع انا فجاه انا درنا قدام قرعه يعني مش قرعه ثانيه يعني بعد بيلي بندري معليش بعد خير بعد خير. انت كيف احنا ليسونسيال الحاجه المهمه هي الاسعار. الاسعار يعني في متناول الجميع يعني فري سبيسيال. بسم الله يا خوتي. روح خرج رقم هز المره رقم من تحت. هز من تحت خلاص. بسم الله بسم الله. صاحب الحظ او صاحبه الحظ. صاحب الحظ او صاحبه الحظ. 216 خوتي هذا هو الرقم اللي ربح معنا ميكسر. ميكسر 216 ربح معنا ميكسر من شركه ابو اياد. ابو اياد حط الرقم في الميكسر. 216 اوكي راكب نسكوت من بعد ذاك في الرقم تاعو. زيد خلاص. الرقم الثاني هو الهديه من المحل كوزميتيك. من كوزميتيك الاخوه بالعيد والتجميل عباره عن ماكياج. ماكياج امور مشكله من الرقم. خلط امور هذه مليح. ها هو خالتي راح زيد خلط دوك يقول لك لي طاح هذاك الكويت. صاحب او صاحبه الحظ. بسم الله ان شاء الله كم مره كان في يزيد معنا. رقم خمسة. رقم هايل. المشتري المشتري الخامس. معرفش كل المشتري الخامس. خوتي رقم خمسة. رقم خمسة هذا الهدية تاعو. هذا رقم خمسة الهدية تاعو عبارة عن مكياج من محل اخوة بالعيب. اخوة بالعيب سي بون. هذو دوك الجائزتين. هذه الجائزتين واضحين دوكا واضح شكون اللي ربح معنا. دوكا نروحوا للجائزة المهمة. جائزة مهمة تاع مسواكي تاع شركة مسواكي تبييض الأسنان اللي شرى اليوم برودوي هذا. عطينا له رقم كما شرحنا لكم في نص أسبوع يعني طريقة المشاركة نشرحناها لكم وشرحنا لكم النهار الخميس كيفاه. دوكا اللي شرى المنتج هذا راح يربح معنا آلة تحضير القهوة من شركة كوندور المدعمة من شركة مسواك. يس اجبد الخلطه. ان شاء الله راح تكونوا ان شاء الله كيفاش ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا اصحاب الرقم كش ما خرج واحد كومونت صاحب رقم. لا كانش بون. مسواكي من صاحب رقم 33 يعني ارقام مميزه اليوم والله ارقام مميزه. رقم 33 مبروك عليها. رقم 33 رقم 33 راه ربح معنا هدية من منتج مسواكي. هي عبارة عن آلة تحضير قهوة. صور لما تشوف مليح جميل. آلة تحضير قهوة من شركة كوندور. يعطيكم الصحة. رقم 33 نذكركم الرابحون بالمسابقة الأسبوعية 216 اللي ربح معنا الميكسر من شركة أبو إياد. رقم 5 اللي يربح معنا مواد تجميل من كوزميتيك الاخوه بالعيب من الخاصه بالمحل تاعنا. رقم 33 هذا الرقم 33 اللي يربح بصح 33 مش 33 في التيكي الاسود باش في التيكي الاحمر. في التيكي 33 اللي عنده التيكي الاحمر تاع مسواكي. بسم 33 اللي عنده التيكي تاع مسواكي عنده 33 في التيكي اللي مكتوب بالاسود راه مش هو. مش هو راه اللي عنده التيكي الاحمر خسر بالتيكي احمر. التيكي احمر باين تاع مسواكي احمر. ليش اللي دا تيكي احمر فيه رقم احمر مسواكي هذا كل معني بالامر. اللي عنده تيكي اسود 33 راه غير معني. هذه 33 هو اللي دا من شركة مسواكي آلة تحضير القهوة. رقم 5 مواد تجميل من محلات إخوة البعيب. 216 هدية تاعه من شركة أبو إياد مشكورين ثاني جزيل لهم الشكر. عبارة عن ميكسر. ويعطيكم الصحة خوتي وكما عودناكم وسوف نعودكم على هدايا ومفاجآت إن شاء الله في كل أسبوع. نذكركم الأسبوع هذا كاين مسابقة إضافية تاع التفاعل تاع ليجان تاع ليجان في الصفحة تاعنا إن شاء الله كما درناها المرة ليسونسي. هذا المرة راح تكون سبيسيال من شركة نازلي. من شركة نازلي الخاصة بمواد التجميل. راكم تشوفوا مشكورين أيضا على المبادرة. راح تكون هدية من عندنا إن شاء الله تاع التفاعل.
وكاين مفاجآت ان شاء الله راهي كاين مفاجآت ونزيد نذكركم راه كل اسبوع عندنا ثاني اسعار تدخل عندنا سلع تدخل واسعار خاصه وكاين سلع جاو شافوا هم جاو شافوا يعني والكامل يعني خرجوا راضيين ان شاء الله ان شاء الله واللي ما رضيناش يسمح لنا وخلاص هي مهما يكون غايه الجميع ما يقلل من يلحق الانسان زي ما يكون عندنا اخطاء لازم نتجاوزوها ان شاء الله وسمحوا لنا ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. مرحبا بكم أخوتي. وغدوة إن شاء الله غدوة على قد الجودة. كما العادة لطيفة على قد ثلاثة ساعتين. راه نديروها بكري غدوة خير. صباح. غدوة روعة. غدوة صباح إن شاء الله أصحاب الأرقام. أصحاب الأرقام غدوة إن شاء الله 11 أرواح ودير الجو الساخن. دوك نزيدو نونسيوها إن شاء الله دوك نصوركم الأرقام وزيد دير تنويه برك ملاحظ على رقم 30 الأحمر. تاع مسواكي ليسونسيال. تاع مسواكي عنده رقم 33 في مسواكي هو اللي فاز معنا. فيه مسواكي. لانه فيه مسواكي فيه مسواكي مسواكي مكتوب فيه مسواكي رقم 33 فيه مسواكي فيه مسواكي 5200 غدوة ان شاء الله تسلموا جوازاتكم ومبروك عليكم واللي ما نجحش في الاسبوع هذا كاين الاسابيع القادمه ان شاء الله ومفاجات ان شاء الله واسعار ان شاء الله وغايتنا هي ارضاؤكم جميعا ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.